طلابي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم في هذه المحاضرة الجديدة واللقاء المتجدد في مساق علم النفس العام. لنتناول اليوم في حديثنا عن السلوك الإنساني ودوافعه، وهو الفصل الخامس في الكتاب. يعني لاحظوا أنا بختار لكم الموضوعات، يعني مش شرط أن الموضوعات تكون يعني وراء بعضها البعض، لا، ممكن اختار موضوع وبعده موضوع اخر. نتكلم عن السلوك الانساني ودوافعه. سلوكنا الانساني، هذا السلوك مهم، نعرف كيف احنا كيف سلوكنا بيتم. السلوك الانساني، مفهوم السلوك، السلوك هو كل ما يصدر عن الكائن الحي، الحي اللي هو البني ادم والحيوان والنبات والعصفور والطير، من افعال او نشاط، وذلك استجابة لمنبه داخلي أو خارجي لتحقيق هدف معين. هذا تعريف. لو واحد قال لك شو تعريف السلوك، بنقول له هذا التعريف. السلوك هو النشاط الذي يعبر عنه الفرد من خلال علاقته بمن حوله، والسلوك له قواعد طبيعية ومادية مبرمجة طبقا للخريطة الوراثية المرسومة لكل فرد وفقا للترتيب الوراثي البيولوجي، وصولا إلى هندسة الجينات اللي هي موقع حياتنا النفسية. ويعرف كذلك السلوك بأنه جملة استجابات الكائن العضوي إزاء المواقف التي تخلق فيه توترا يتم خفضه عن طريق هذه الاستجابات. وإن اختلفت وتنوعت الاستجابات من لغة التفاهم والإشارات والإيماءات إلى أقسامها. وكذلك يرى أن السلوك هو المجمع الكلي عما يصدر الإنسان من نشاط أو قول أو فعل، سواء كان السلوك نفسي، اجتماعي، معرفي، إداري، أخلاقي، سعيا لتحقيق الهدف. بس أنا بعتبر أنه التعريف الأول والثاني هم مهم، كل نشاط يصدر عن كائن حي. طيب، من ماذا يتكون السلوك؟ السلوك إن المسؤول عن السلوك مجموعتان من العوامل الداخلية والخارجية، يعني نسميها منبهات داخلية وخارجية. واحد، التكوين الجسمي الوراثي للإنسان باعتباره مكون من دم ولحم ونفس. الحالة الحسية العضوية، يعني الحالة كالجوع والعطش والتعب والألم والجنس، هذا بيؤدي إلى سلوك، تكون من السلوك. الحالة الانفعالية، حالة الأمن والخوف والسرور والحزن والتوتر. الحالة المعرفية العقلية، لإدراك الهدف الذي يسعى لتحقيقه. يعني أي سلوك يقوم به الإنسان يسعى الإنسان من خلاله إلى تحقيق هدف معين. الاستفادة من الخبرة الماضية والمهارة في مبدأ القيم والعادات والتقاليد. ما هو التفسير العلمي للسلوك؟ يتوقف التفسير العلمي للسلوك الإنسان السليم على مقدار فهمنا التكوين النفسي للإنسان والعوامل المادية والاجتماعية التي تساهم في التكوين الإنساني للسلوك دافعا ومظهرا وهدفا. فعند ما نريد أن نعرف سلوك إنساني علينا أن نعمل بحثا في عدة مجالات، منها: واحد، وصف السلوك وصفا موضوعيا صادقا، يعني تقول فلان رأيته يهرب، معرفة الظروف المحيطة التي حدث فيها، لماذا حدثت عملية الهرب، فهم الأسباب والدوافع التي دفعت الإنسان لقيام بهذا السلوك، ليش هذا الإنسان هرب، يمكن خوفا من مثلا إطلاق الرصاص، أو هربا من كلب متوحش، أو هربا من عربة تريد أن تداهمه. وحتى العوامل الأساسية والمساعدة يعني هي تتحكم في ضمان ما نسميه بالصحة النفسية، لأن السلوك السوي يدل على صحة نفسية سوية، هذا أمر بديهي ومعروف. ما هي خصائص السلوك الإنساني؟ خصائص سلوك البشر من إيش؟ أول حاجة، السلوك الإنساني متعلم ومكتسب من البيئة، يعني أنا بقلد، ابني بقلد، الأطفال بقلدوا، وهكذا، هو متعلم ومكتسب من البيئة. السلوك مرن وقابل للتعديل، بغيره وبدل فيه، مثلا ممكن أرفع صوتي، أخفض صوتي، ممكن أهرب، ممكن أقعد، ممكن أمشي، ممكن أجري، وهكذا. كذلك يمكن التنبؤ بالسلوك مستقبلا. السلوك مرتبط بنواتجه وبتوابعه وبأثره. السلوك فردي وجماعي في آن واحد، لأن الإنسان مدني بطبعه.
إمكانية تعميم السلوك المرغوب فيه، زي مثلا الصلاة هو سلوك جماعي أو فردي، ممكن أصلي لحالي وممكن أصلي في جماعة، وكذلك بنعمم هذا السلوك على كل الناس. ما هي أنماط أو أنواع السلوك؟ السلوك الفطري وهو السلوك الذي يحدث دون سابق تعلم ويظهر بشكل منتظم في مرحلة النضج كمصص الأصابع عند الأطفال. يعني الطفل الصغير تلقائيا يعني مزود، حتى بتلاقي إنه الطفل يمص إصبعه. السلوك المتعلم وهي ردود الأفعال السلوكية في حالات الانفعال أو في طريقة المشي أو السباحة. يتعلم الطفل كيف يسبح، كيف يمشي. السلوك الشعوري وهو سلوك يدرك الإنسان طبيعته ونوعه ومقصده كالجائع في إعداد الطعام، شعور الإنسان بالجوع ويؤدي إلى بحث عن الطعام. السلوك اللاشعوري وهو سلوك غير إرادي وأوتوماتيكي، لا يدرك الإنسان طبيعته أو دوافعه وتؤلم صاحبها، كالبخيل الذي سلك سلوك لا يرضاه لنفسه بتصنع سلوك الكريم. السلوك أو مثلا أيضا بضيف للسلوك اللاشعوري، مثلا عندنا بتلاقي نجد انه مثلا احنا في المباريات نجد انه المدرب عندما يعني يقف على خط الملعب ويندمج مع اللاعبين نجيه بيحرك رجليه بحركات لا إرادية. السلوك الحركي وهو نشاط بدني كالمشي والقفز والسباحة والرياضة العضلية. السلوك الذهني وهو النشاط العقلي المعرفي الذي يسير في عمليات منتظمة كالإحساس والانتباه والإدراك. السلوك الحركي الذهني، حركي ذهني، وهو سلوك يجمع بين النشاطين الحركي والفكري كممارسة الهوايات الحركية، الهوايات الحركية الدقيقة أو ألعاب الشطرنج اللي بتحتاج إلى لياقة ذهنية ولياقة بدنية. السلوك الانعكاس البسيط وهو سلوك غير إرادي، هذا اللي يعني يقوم به الجسم كضيق حدقة العين في الضوء، يعني أنت لما الحد يضوي عليك بتسكر عينك تلقائيا. السلوك زي ما قلنا كمان الغير إرادي، اللي هو الواحد لما يحرك رجليه ويكون مندمج مع مباراة أو يشاور بإيديه كمان. السلوك المنعكس الشرطي وهو سلوك ردود الأفعال المثير المشروط وهو غير ثابت. السلوك الرمزي، السلوك اللاشعوري وهو سلوك غير إرادي وأوتوماتيكي لا يدرك الإنسان طبيعته أو دوافعه وتؤلم صاحبه، كالبخيل الذي سلك سلوك لا يرضاه لنفسه بتصنع سلوك الكريم. السلوك الحركي وهو نشاط بدني كالمشي والقفز والسباحة والرياضة العضلية. السلوك الذهني وهو النشاط العقلي المعرفي الذي يسير في عمليات منتظمة كالإحساس والانتباه والإدراك. السلوك الحركي الذهني وهو سلوك يجمع بين النشاطين الحركي والفكري كممارسة الهوايات الحركية الدقيقة، زي ما قلنا نفس حركية أو نفس فسيولوجية أو ألعاب الشطرنج. بده الإنسان لياقة ذهنية ولياقة بدنية. السلوك الانعكاس البسيط وهو سلوك غير إرادي يقوم به الجسم كضيق حدقة العين في الضوء، واحد يضوي على عينه بتسكر أوتوماتيكي، واحد بده يهوب عليك بتسكر عينك كمان، هذا سلوك غير إرادي. السلوك الرمزي وهو أن يقوم الإنسان بإعطاء منبهات لتنشيط سلوكه ودوافع لتحل الرموز محل الأعمال الصريحة. أنواع السلوك الإنساني ما هي؟ أو ما هي أنواع السلوك الإنساني؟ أول حاجة السلوك النفسي الذاتي، وهو نشاط يكمن في نفس الفرد داخليا وخارجيا يسعى من وراء إشباع رغبة ما، سلوك نفسي ذاتي. أما السلوك الاجتماعي هو الحوادث الجارية في حياة الفرد اليومية والأنشطة التي يقوم بها الفرد ليتفاعل مع مجموعة من الأفراد، ومنه السلوك الظاهر كالتعبيرات اللفظية والغير لفظية والسلوك الباطن كالتفكير. السلوك الأخلاقي وهو عبارة عن الأفعال والأقوال والصفات، يعني كل حياتنا عبارة عن مسلكيات اجتماعية وذاتية وأخلاقية يتميز بها الانضباط والتوازن والنابع من الفهم الحقيقي للقرآن الكريم والسنة النبوية. السلوك التربوي والتعليمي وهو النشاط الراقي الذي يسير وفق قواعد عملية وواقعية، وهي تتمثل في علاقة الفرد بمربي الأسرة والمدرس والشيخ الذي يتلقى أو نتلقى منه المعرفة التربوية العلمية، يعني حتى التلفزيون وغيره. السلوك التجاري وهو الأنشطة المتبادلة بين البائع والمشتري والمستهلك والمنتج.
السلوك الإداري وهي المعاملات الإنسانية النشطة داخل أي مؤسسة، والتي تسير وفق معايير وأنظمة معينة. السلوك السياسي، لاحظوا هذه التعريفات مهمة، يعني احنا ممكن نجيب فيها في الامتحان. السلوك السياسي وهو النشاط الوظيفي بين القائد والأفراد، ويحمل في طياته أعمال ذاتية واجتماعية، وهي ليست عدوانية سهلة. السلوك العسكري وهو حصيلة الأنشطة والفعاليات التدريبية على قتال العدو، تضمن السلوك العقلي والرياضي العضلي في مواجهة المفتوحة أو في المواجهة المفتوحة مع العدو، ويهدف إلى تحقيق النصر وهزيمة العدو. السلوك الرياضي والأنشطة يعني بدل على الرياضة البدنية، يعني من خلال الفعالية السلوك بفهم إيش بقوم فيه الفرد. سلوك المعرفي العقلي، أنشطة عقلية راقية، إشارات نابعة من العمليات المعرفية والعقلية، التفكير والتذكر والتخيل والانتباه، كل هذه بسموه العمليات العقلية المعرفية كالإحساس وغيره. السلوك البشري يتأثر بعوامل منها، يعني إحنا سلوكنا كأفراد وكمجموعات بماذا يتأثر؟ أول حاجة بالثقافة، يعني الإنسان الراقي والإنسان اللي مش راقي، زي ما بيقول الإنسان الهمجي، في فرق، الإنسان المتخلف والإنسان المتعلم، الإنسان الواعي والإنسان. ثقافة الفرد، فمعايير السلوك السوي وغير السوي تختلف من بيئة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى. بيئة لها دور، ثقافة لها دور. فالعلاقة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزوجية تعتبر سلوكا طبيعيا في بعض البيئات. يعني نحكي في أوروبا العلاقة بين الرجل والمرأة عادية، بروحوا بيطلعوا مع بعض عادي، لأنها بيئات خارجة عن بيئاتنا، ويعد سلوكا غير سوي في مجتمعات أخرى زي مجتمعاتنا ومجتمعات دول ثانية. معتقدات الفرد ومفهومه عن ذاته، يتأثر سلوك الفرد بمعتقداته ومفهومه عن ذاته، فمن يعتقد أنه لا يمكن أن يكون شجاعا لن يكتسب سلوك الشجاعة. يعني الإنسان اللي بيحكم على حاله بالفشل حيكون فاشل، لكن الإنسان اللي بيقول لك أنا شجاع من داخله هو سيكون شجاع. طريق تفسيره للمثيرات، يتفق كثير من الناس في مواجهة مواقف معينة المثيرات، ولكنهم يختلفون في تفسيرها. وتفسير الشخص لأي مثير لابد أن يترك أثره على سلوك. المثيرات أو المنبهات هي اللي بتحرك سلوك للمثيرات. يعني الإنسان عندما يشعر بالجوع بالوخز، إحساسك بالجوع بخليك تعمل سلوك، بتروح على الثلاجة وتروح تأكل، أو بتروح على طنجرة الطبيخ وتأكل عادي. ملاحظة إن العوامل المؤثرة أو المؤثرة في السلوك قد تختلق، قد تخلق سلوك سوي وآخر غير سوي. فما هو السلوك السوي؟ السلوك السوي هو ما يتفق مع النفس وطبيعته وثقافة المجتمع، ويلقى الاطمئنان والراحة والرغبة لأنه يسير بعقلانية دون عوائق. يعني السلوك سوي يعني مقبول اجتماعيا، مرضي عنه اجتماعيا. أما السلوك الغير سوي وهو السلوك المخل والمضطرب مع النفس والمجتمع، ويلقى العقاب والزجر والسخرية لأنه يخالف المنطق والعقل مع عدة عوامل متعددة. أما السلوك المضطرب وهو يمتاز بعدة أنواع أو عدة خصائص. أول حاجة الإدراك المختلف والمشوه للواقع، وهو البعد عن الواقعية والسير بالخيال. كذلك الشعور بالتعاسة، يعني الإنسان يشعر بالتعاسة عن طريق الإدراك المشوه، ينتج الشعور بالدونية والنظرة السوداء. يعني بتلاقي في ناس كتير متشائمين، بحس حالهم تعسة، يعني بنسميهم لا يوجد لديهم إيجابية، طاقة عندهم سلبية، وهذا النوع لا ينصح بمعاشرته. كذلك ضعف العقل على إصدار الأحكام نتيجة الشعور بالفشل، وتكثر مشاكله ويزيد تشتته وتضعف كفاءته. هذه من العوامل. أيضا العزلة والسلوك الفج نتيجة الشعور بالفشل، يعيش الإنسان بمعزل عن البشر ويصدر سلوك مخالف للواقع الحالي.
خلينا نتكلم بس عن تعريف بسيط للدافعية، لأنه لا يمكن أن نتعرف على السلوك بدون أن نتحدث عن الدافع. الدافعية أو يسموها الموتيف أو الموتيفيشن بالإنجليزي، السلوك الإنساني لا يصدر دون دوافع، بل هناك دافع تكمن خلفه تحركه، بل إن وراء كل سلوك دافع، وليس كل دافع يتبعه سلوك. يعني أي سلوك وراءه دافع. يعني مثلا لما أروح أشرب بكون في دافع، دافع العطش. لما أهرب بكون في دافع، دافع الخوف. ومفهوم الدافعية أو الموتيفيشن، الدافعية هي تلك القدرة الذاتية التي تحرك السلوك وتوجهه لتحقيق غاية معينة يشعر الفرد بالحاجة إليها أو أهميتها المادية والمعنوية والنفسية بالنسبة له. الدافعية هي حالة توتر أو نقص داخلي تستثار بفعل عوامل داخلية، حاجات وميول أو عوامل خارجية. الدافعية أنا بعتبر هذه مهمة، وهي عبارة عن حالة نفسية أو فسيولوجية تدفع الكائن الحي للقيام بسلوك معين ليشبه حاجته وتوجه سلوكه نحو تحقيق هدفه. هذا السلوك أو هذا التعريف هو التعريف المهم. الآن إيش هي المفاهيم المرتبطة بالدافعية؟ إن مفهوم الدافع مرتبطة بعدة مفاهيم، من الحاجة والحافز والباعث والميل والرغبة والنزعة. لاحظوا كلها بتؤدي إلى ما يسمى بالدافعية. خلينا نحكي عن علاقة الدافعية بالحاجة وعلاقة الدافعية بالحافز بشكل مختصر. علاقة الدافعية بالحاجة، تعرف الحاجة بأنها الشعور بالنقص في شيء معين، إذا وجد تحقق الإشباع، وقد تكون لنقصه حاجات زي فسيولوجية داخلية أو اجتماعية خارجية. علاقة، خلينا نحكي عن باختصار علاقة الدافعية بالحافز. تعرف الحافز أو يعرف الحافز بأنه تكوين فرضي يستخدم لإثارة العمليات الدافعية الداخلية التي تصحب بعض الحاجات الخاصة بمنبه معين. ويقال إن الدافعية أكثر خصوصية من الحافز، والحافز أقل عمومية، أي أن مفهوم الدافع يستخدم لدوافع فسيولوجية وسيكولوجية أو داخلية وخارجية، بينما الحافز يشير إلى دوافع فسيولوجية داخلية فقط. ومن هنا يعتبر الحافز هو حالة النشاط الدافعي المرتبط بإشباع حاجات فسيولوجية المنشأ فقط. خلينا ناخذ آخر حاجة اللي هي علاقة الدافعية بالباعث. تعريف الباعث. الباعث هو الهدف الموجود فعليا في البيئة الخارجية ويسعى الكائن الحي للوصول إلى الباعث. فالباعث هو مثلا إشباع في حالة دافع الجوع، والماء في حالة أو في حالة دافع العطش. يعني الجوع في حالة العطش، يعني نحاول نحصل على الأكل، والماء في حالة الدافع اللي هو إيش؟ إلى العطش. يعني خلينا بس نأخذ آخر شيء اللي هي تصنيف الدوافع. بس هالتصنيفين هذه، في دوافع جسمية وظيفية بحثة، وهي دوافع فسيولوجية أولية تتعلق بالجسم وأعضائه والوظيفة، من الحاجة الطعام والشراب والجنس والنوم. في دوافع نفسية ترتبط بارتباطا كبيرا بالجسم، وهي دوافع فطرية أولية ولها نشاط جسمي مصاحب، وهي ذات اتصال بالجسم، دافع بيئي الانفعالات والمشاعر والغضب والخوف والمحبة. دوافع غير عضوية ولا جسدية، بل هي دوافع عكسية ذات اتصال قوي بالمؤثرات الخارجية في التربية والتنشئة، وهي القيم والعادات والسلوك والأخلاقيات والقيم الاقتصادية والعواطف. يعني أنا بكتفي، لأنه موضوع الدوافع كبير، بكتفي بهذا القدر بهذه الدوافع، ونحاول إلى حد ما يعني نقرأ هذه الدوافع. أشكركم وأشكر لكم متابعتكم.